لما يبين ربنا سبحانه وتعالى قدرته وسيطرته على عباده يقول لهم وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يلبسكم شيعا يعني يفتنكم بالتفرق، يفتنكم بالتفرق العصبية، يفتنكم بالتفرق المصحوب بانتماء كل فرقة إلى بعضها وتخطئتها الآخرين خطيئة تخرجهم من الملة ومن الإنسانية. يلبسكم بالإلباس هنا من الفتنة من التلبيس. في عندنا كتاب جميل من كتب ابن القيم الجوزية اسمه تلبيس إبليس، كيف يلبس إبليس على الناس أفكار دينهم وعقائدهم. أو يلبسكم شيء يعني يفتنكم بالفرقة، يفتنكم بالتفرق فتكونوا جماعات ولستم جماعة واحدة، كأنكم أمم ولستم أمة واحدة. أو يلبسكم شيعا ويثيق بعضكم بأس بعض. في السورة نفسها سورة الأنعام أيضا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لستم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا جماعات داخل الدين متعصبة، كانوا جماعات داخل الدين يكفر كل منها أخر، كانوا جماعات داخل الدين لكنهم كما لو كانوا ينتمون إلى أديان متفرقة. فرقوا دينهم، التعبير معناه فرقوا أنفسهم، لكن بخطورة التفرق في الدين، وأن أصل الدين أن يجتمع الناس عليه لا أن يتفرقوا حوله. بخطورة التفرق في الدين قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم، كأنهم مزقوا الدين، كأنهم أخذوا من الدين كل واحد حتة وقال حتى دي والتاني حتى دي والتالت حتى دي. والأصل في الدين أنه جامع لهذه الأجزاء جميعا. فربنا استعمل هذا التعبير العجيب إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. والدين يفرق، الدين كل متكامل لا يفرق. إزاي فرقوه؟ فرقوه بتعصبهم لبعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو رسولهم إن كانوا من الأمم السابقة، وتعصبهم عن بعض ما جاء به الرسول. تعصبوا لبعض معنى انحازوا إليه وتمسكوا به والتزموا، وتعصبوا عن بعضه يعني أعرضوا عنه ونأوا عنه جانبا وضربوا به عرض الحائط ولم يبالوا به. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. دي نقطة تانية في الآية مهمة أوي، إنما أمرهم إلى الله ليس إليكم. إذا وجد العالم قوما متعصبين أو قوما متمسكين أو قوما جمدوا على رأي، مهمته أن يعظهم بالتي هي أحسن ويوجههم بالكلمة اللينة ويعلمهم باللطف والحكمة، وليست مهمته أن يقهرهم على الحق قهرا أو يقصرهم عليه قصرا أو يحملهم عليه حملا. لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما أمرهم إلى الله. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم في شيء، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يقول لهؤلاء أخطأتم هنا ولأولئك أخطأتم هنا، ومن شاء حسبه فعذبه ومن شاء حسبه ثم عفى عنه. هذا الأمر كله إلى الله. فالذي ينظر إلى هذه الآية يستفيد منها معاني، يستفيد منها أن الفرقة في الدين تفريق لأمر الدين وليس تفريقا للناس فقط، ويستفيد منها أن الواجب على الذي يرى هذه الفرقة فيبغضها ويكرهها ويعرف أثارها السيئة أن يحاول إصلاح حال الناس بالحسنى ولا يحاول إصلاح حالهم بالعنف أو بالقوة أو بحملهم على ما لا يريدون أو ما لا يفقهون. العلماء لما تكلموا عن الآية دي قالوا إن هؤلاء المقصودون في قول الله تعالى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء هم اليهود والنصارى. ولكن المحققين من العلماء يقولون إذا انطبق هذا على اليهود والنصارى فانطباقه على المسلمين من باب أولى، لأنه إذا كان الأمم السابقة ربنا ضرب بهم الأمثال وبيّن كيف حرفوا كتبهم وبيّن كيف خالفوا عقائدهم، وإنتوا قالوا الكتاب الخاتم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، واللي قال لكم إنه لا يمكن أن تتغير فيه كلمة ما دامت السماوات والأرض، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم تتفرقوا برضو، إذا تفرقنا يبقى إثمنا أكبر من إثم من قبلنا. إذا تشيعنا وتعصبنا، بمعنى التشيع مش معنى الفرقة الشيعية، بتكلم التشيع معنى التفرق والتعصب لما يؤمن به بعضنا دون بعض. إذا فعلنا ذلك نكون أسوأ حالا من اليهود والنصارى. ولذلك بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إنه عموم القرآن يقتضي أن كل ما نزل في غيرنا إذا وقع مثله منا كان الحكم فيه. يعني إذا حكم على ناس قبلنا بأنهم ضلوا لأنهم فعلوا ألف وبي وجيم ثم فعلنا نحن ألف وبي وجيم لما ضلنا زيهم، إذا حكم عليهم بأنهم فسقوا لأنهم أتوا كذا وكذا من الأفعال وفعل المسلمون هذه الأفعال نفسها يبقى هم كمان فسقوا، لأنه نحن نزل علينا الكتاب ليكون
خاتما للكتب كلها ومهيمنا على الكتاب كله ومسيطرا على ما نزل قبله من الدين بإيه؟ بحفظ الله له. فإذا خرج المسلمون عن حفظ الله لكتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم فإن جزاءهم ووصفهم يكون كجزاء أهل الأمم السابقة وأوصافهم سواء بسواء، بل نحن قد نستحق اللوم والحساب من باب أولى لأنه عندنا الدين الخاتم المحفوظ ولم يكن عنده المحفوظ، إنما هم بما استحفظوا من كتاب الله، هم كانوا مستحفظين، كانوا مؤمنين، كانوا مسؤولين عن حفظ الكتاب بتاعهم، أما نحن فضيعوا هذه الأمانة ولم يحفظوها، أما نحن فالله تكفل بكتابنا، فاللي يخالف فينا ويخرج عن هذا الأمر يبقى هو مستحق اللوم مثل ما استحق الأولون وأكثر.